أعلن اليوم في الدوحة عن شراء قناة الجزيرة الرياضية للحقوق الرياضية التي تمتلكها شبكة راديو وتلفزيون العربي RT. وتم ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور المدير العام للجزيرة الرياضية ناصر الخليفي ومحدين صالح كامل مدير الإعلام في شبكة راديو وتلفزيون العرب. وتتمثل هذه الحقوق الرياضية في حقوق الفيفا وكأس العالم 2010 و2014 فضلا عن كأس أمم أفريقيا 2010 إلى 2016. وسنوافيكم بصور المؤتمر الصحفي في نشراتنا اللاحقة. الآن